السلام عليكم. قبل ما تشوفون هذا الفلوج، فهذا الفلوج كان من احلى الفلوجات، اتمنى تروحون تشوفوه. قبل ما تشوفون هذا الفلوج مشاهده ممتعه. لك عاش للصبح، العب العب بي العب عاش. وهذه غيوم اليوم. من اهم الشغلات اللي تعلمتها بالفتره الاخيره من حياتي وتجيب لك الرزق والبركه بحياتك هي انه مهما كنت مشغول، واني مشغول دائما بحياتي، بس لازم انطي وقت لاهلي واساعد اهلي. والله لما انطيهم من وقتي شويه الله يبارك لي ويرزقني واحس بسعاده وراحه نفسيه كلش. فانت من نفسك اترك الشيء اللي بايدك مهما كان مهم وساعد اهلك، هذا الشيء اهم، والله راح يسهل لك واهلك راح يرضون عليك ويدعوا لك وشغلات هواي. التم وحوالي يلا شكلنا اليوم راح نخيم هنا هاي الخيمه. هاي عمي سوى مرجوحه للاطفال هنا على الشجره ذيك المره، وقت التحليه الزينه ويا العائله الزينه. شوفوا الاجواء مال اليوم ما شاء الله جدا جميله. شوفوا هسه همينه شلون صارت بينك بعد اكثر. كان عندي صديق اسمه ايهم تتذكروه، ابو المزرعه، صار لي ما ادري كم سنه ما شايفه، هسه يلا شفته. هسه يلا شوفوا ملك الاس يو في الكاديلاك الفخم، هاي كانما طياره ده تمشي على القاع، من افخم طيارات العالم. خلينا نتخيل يعني. هذا هالقد ما حب قفص ميزو. شوفوا اليوم وين طالع، الظهر ده يقلد ميزو او غيران من ميزو، لان هاي العوده مال ميزو. ميزو هنا يوقف، قبل شويه كان ويا امه طبعا واخواته هنا، هو والعشيره كلهم كانوا هسه بقفص ميزو هنا جوا. شوفوا سبحان الله شلون شكله، هذا عمره كم شهر فقط. وهذا اخوه اللي هم كان بقفص ميزو الكتكوت. هذول امهم ما ادري وين، يمكن كتلوها ماتت، ما ادري شنو القصه، ضايل بس جالها نشوفهم بالحديقه كل كم يوم. هذا الوحيد عصا خطيه اخوه نجه. شوفوا رجله، شوفوا رجله. واو الملمس مال رجله غريب سبحان الله. واحلى اجواء رومانسيه ويا الحب وهذا المنظر الزين ما شاء الله، مع انه هنا المجاري كلش قويه، الا انه شوفوا همين دا يصير فيضانات خفيفه بسيطه بالشوارع. فبامريكا اللي يغسل سيارته كل يوم بطران، لان هي الدنيا اصلا تغسلها خاصه بتكسوسه. حتى سياراتنا ذولاك كلهم ينغسلون كل يوم. هاي اليوم وصلوا هديه لحبيبتي وجابت لي همينه هذه، يعني هي طلبت لي اياها واني كلش احب هذه، خاصه انه هاي ممكن تطول هوايه فتره ما تنقطع. ماكو مبروك الوحش الاحمر هسه بالضبط 20,000 مايل صار ماشي. بدنا نسوي شاي، فجينا نقطف النعناع فريش. هسه راح اوكل السمك، تعال شوفوه هسه دا ياكلون. اوكي راح نتنفس هذا وراح اخلي ميزو هم يحاول يتنفسه ويغير صوتنا. هذا غاز الهيليوم اليوم النفاخات اللي هو مو سام يغير الصوت سبحان الله، لان يلعب بالحبال الصوتيه وياثر على الحبال الصوتيه حسب معلوماتي. السلام عليكم. ماكو صوت تغير؟ لا. هلاو صوتي هسه تغير شويه صح؟ هسه بديت اخاف. زين هسه شلونه؟ هواية غير شكل؟ اعتقد زين شنو رايك هسه صوتي؟ يصير فضائي، صوتك يصير غريب. خلينا نحاول نخلي ميزو يشم. ها. تتنفس لك تتنفس لك؟ يعني حاولنا نغير صوت. شوفوا ابوي هالقد ما يحب النجاره وايام العراق، فيلم خشب دائما من الشغل، وجاب نوعيه من هذا الخشب، وراها سواه طاوله وجاب له من هذا القماش من الهوم ديبوت، ويعني هو يحب هالشغلات. تدرون احنا بالعراق وبدولنا العربيه نسوي كل شيء، يعني كنا نشتغل احنا كل شيء نفسنا، فابوي عدى هاي الخبره وشغلات حلوه يعني. بس تصدقون واو حلو طلع كلش. هنا همين ابوي دا يسوي من هاي مال ورق العنب، ويجوز هاي معلومه اول مره راح تعرفوها، انه بامريكا اكو بعض النباتات ما تطلع ثمار مالتها، مثلا هنا اشجار العنب ما تطلع عنب ابدا، فقط بدولنا العربيه. افتهمتوا؟ فاكو اشجار هنا ما تثمر واكو اشجار بامريكا تثمر. غريبه، عالم مجنون، عالم مجنون. وعندنا هذا النوع من الزهور ده يطلع هسه كل كم يوم، الانسان عنده مشكله جيله هسه طق التاير منه، فهسه صار هاي خربانه وهاي تايرها مفجور. واني ما احب استخدم الحمراء لان تجيب عين وبنزين، ويعني اريدها تظل مايلات قليله، فراح نضطر نستخدم سياره امي. الحقيقه انما احس لما اروح على محل دا اشتري شيء او شيء دا اصلحه مثلا ويشوفني كاشخ ونازل من هيك سياره، وخاصه اذا يعرفني باليوتيوب، والله صدقوني مدى الشاقه يقطوني، ينطوني ارقام ضخمه كلش بكل شيء، يعني يقول هذا واو مليونير، واو عنده فلوس هوايه، ما ادري ايش يتخيلون عني. شوفوا هاي الموستنج ايش صاير بها، وفي زياره الى الكورفت الحبيب. الحاجه ام الاختراع، وميزو مو دائما يطش المي وبعد خلص ما يقدر يرفع لان سبرينج يسحبه. هالنوبة تشلب بهذا لك عوفة تريد تقطع لي اياه؟ كلاوتشي المفروض اسمه مخرب، مو ميزو، مو ميزو. شباب ميزو دا يباوع لها من جوا من انا وخايف، خل اودي لها اياه. ميزو
اذا طيرها لا عاد شو تسوي؟ تعال تعال لك. والله العظيم انه ميزه هو شغل المروحه كانت ما تشتغل. اخوان عمر زكي لك ابن البزونه شلون شغلتها؟ شلون اريد افتهم هذه؟ هاي شلون حركها؟ اتصور صدفه بس يعني اخ يا غبي. اظافيرها طويله فتطخ بالمروحه. يلا شوف حبيبتك شوفها شوفها يا خويف. ها ميزه ها ميزه. لا يا كلب هذا بدا يخربنا على البزونه وبعدين ما ترجع. كلب ما ادري وين راح ميزو. المهم راضي يخربها. تخيلوا يخربها وبعد ما ترجع. فش قد حلو هسه صرت اي عدسه اشوفها او كاميرا راسا اعرف اسعارها اعرف تفاصيلها كل شيء اعرف عنهم. اللينس اللي يصير عليها هذا خط احمر عاده سعرها بين ال1000 وال2000 دولار، اما هذول اللي يجون ويا الكاميرا 50 100 دولار ما يسوون يعني. واما المثل هاي فهي بين ال1500 دولار وال3000 وهيجي. فولي الشمس مغطايه بالغيوم. شوفوا هذول شوفوا سادين علينا الطريق. هذا الطريق عام وساديك هنا دا يسوون لبخ مثل ما انتم شايفين سادين علينا الطريق. وابوي يضطر يطلع من هنا وهذا الشيء حتى اخوفهم. انا صورت حتى اخوفهم انه هسه عبالهم راح اوديهم على الشرطه انه اشتكي عليهم لانه هنا اذا اشتكي عليهم صدق يغرموهم. فهسه يمكن باقي وطنها وانا لو عندي وقت وفاضي كان اسويها الصراحه. لين قاطعين الطريق بطريقه استهتاريه انتظرناهم حتى ما راحوا ولا حكوا ويانا ولا قالوا لنا اسفين. اليوم بدنا ننظف الحشيشه وبدنا نشيل الحشيش والعناكب كلها سوت هجره. وشوفوا هذا العنكبوت شلون شايل جهاله او البيضات مالتهم يعني وين ما يروح ويا جهاله. سبحان الله هواي شفت مثله كلش هواي. وهذا هو وزوجته. الحديقة كلها كانت هيك طويلة كلش وهذا هم كله كان طويل قبل كم يوم شلناه كله لان اذا ما نشيله نتغرم. وما ادري ايش قد صار لي ما شايف جراد بامريكا. الجراد ما اشوفه قليل. انتوا شوفوا لي النعناع اللي عندنا ما شاء الله. اليوم عرس سوري وهذا قسم الرياجيل من العرس. حلو جايبين الخيمة وانا همش الجاي عمي موجود. اليوم طالعين من العرس كله سباقات وراح نسابق هاي المرسيدس ماتي 3.0 ماتي 6.3. تخيلوا فرق الحجم مال المحرك بس ماتي توين تربو. خلينا نشوف منو يسبق منو. وين عمر اختفى؟ يلا هلا جاهز يلا. يعني انتوا تشجعوا مين طيب؟ انا اشجع عمر. انت اي ام جي؟ والله انا كيو 60 ان شاء الله اشيله. قولوا ان شاء الله اربح. يلا ان شاء الله اربح. ان شاء الله انت تربح. لا انا اربح مو انت. واحد اثنين ثلاثة. خلاص خلاص ما اقدر ادعس اكثر اخاف على يعني رحت الزحلق. اعتقد طلعني بشيء بسيط ما شاء الله. خلاص خلاص انت استنى ما هي اول دوسه بس. نو ما لحقت تاخرت كثير بس هم مادته سريعه حلوه والله ما شاء الله ما على بالي هيك. واحد اثنين ثلاثه بس دكر. طيب باكستان كيف بدك تاخذني غدر يا عمر؟ لا 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 ما بقدر انا ما بقدر. واحد اثنين ثلاثه. لا حلو والله زين. شو خلص خلص زمل. في شيء غلط هون عندي كمان. في شيء غلط يا عمر والله. للعلم هاي المرسيدس 517 هورس باور يعني 117 هورس باور اكثر مني ومع ذلك قدرت اتقارش وياه مع انه همينة الاميره نايمه اليوم. فاليوم الوحش مالتي كان تعبان بس دمروني دمروني تشمتوا بيا كلهم قاعدين يتشمتون بيا. ليش تشمتوا فيني ليش؟ ما تشمت انت حكيت يا حكيت انه راح اسبقه بس ما كنت اعرف. اليوم طالعين عندنا تصوير عرس. هذه هي راح تكون قاعة اليوم مال العرس. والله حلوة القاعة. وهاي الكيكة والله هم كيكة مرتبة فحتى بها هذا القسم. هاي القاعة ما شاء الله حلوة. وهاي هنا يعرضون فيديوهاتهم القديمة لما كانوا صغار مثلا. وهاي الحبشكلات اللي يحبوها النسوان. هنا العريس والعروسة حيقعدون. اليوم همين عندنا الظاهر انبوكسنج وماني ما ادري. اللي جوا البوكسات طلعت سوالف مال النسوان شباب مو مال انبوكسنج. هذا خطيه توا وقفوه قدامي الشرطه مال منطقتنا اللي يموتون على فلوس والغرامات. وهاي بالدخله مال بيتنا همينا اكو شرطه. اوكي كم شي خوش كم شي. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب لايك كومنت فيفورت ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.